كابتن سيف مره تانية ومع الان صالح موسى لاعب نادي الزمالك. الف مبروك صالح موسى، النهارده فوز مهم وثلاث نقاط بصرف النظر عن الاداء. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول قبل اي حاجه بنعزي يوسف ونعزي نفسينا على المرحوم يوسف وربنا يصبر اهله، والماتش دوت اهداء ليه. طبعا احنا يعني ربنا يصبرنا ويصبر اهله عليه. طبعا الماتش النهارده بنحمد ربنا والحمد لله، الماتش صعب جدا، بنحترم فرقه دمنهور، كانت في الاجواء الصعبه دي، فالحمد لله ربنا كرمنا وركزنا، وخاصه كان اول بدايه ليا مع نادي الزمالك، فالحمد لله الواحد ادى على قد ما يقدر، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. في الوقت اللي الناس كلها بتتكلم ان صالح موسى رايح في انتقالات عروض، بنفاجئ النهارده بصالح موسى موجود في التشكيل وبيأدي مباراه ولا اروع من كده. عامه انا راجل محترف موجود في نادي الزمالك، بحب نادي الزمالك، حابب ان انا اكمل في نادي الزمالك، بس كنت يعني كانت مشكله ان انا كنت عايز ابقى ليا بصمه، ليا عايز ابقى ليا دور، فان شاء الله الحمد لله الواحد موجود في نادي الزمالك، طالما الواحد بيعدي الواحد مكمل نادي الزمالك وموجود في نادي الزمالك ان شاء الله. شايف الفوز النهارده والعوده للتشكيل بيؤكد بقاء صالح موسى في نادي الزمالك؟ ده اقل حاجه يعني على الناس اللي بتتكلم كتير، انا بلعب اهو راجل موجود في نادي الزمالك. الزمالك بينافس على الدوري وبقوه. طبعا احنا السنه دي هدفنا واحد بس معروف، اللي هو الدوري ان شاء الله، ونسعد جماهير الزمالك دي. مبروك كابتن صالح. شكرا. عوده للاستوديو والكابتن سيف زاهر وضيوفك الكرام.